انتقلنا من 24 حالة في اليوم اللي هو الحد الأدنى اللي وصلنا له، ثم بدأنا نصل إلى آلاف الحالات خلال شهرين فقط أو أقل من شهرين. صحيح. لكننا الآن نشهد أنه الأرقام شبه مستقرة على مستوى معين. هل هذا شيء مطمئن؟ هل يوحي لكم بأنه إحنا نمشي في طريق يعني سيعقبه انخفاض إن شاء الله في الحالات، ولا هناك مزيد من القلق والحاجة لمراقبة الوضع الراهن؟ يعني كلا الأمرين صحيح، يعني هناك حاجة للمراقبة أكيد، وحاجة للحذر، وحاجة للالتزام بالإجراءات الوقائية والمتابعة. لكن من ما حصل في الدول التي سبقتنا في هذه الموجة، ارتفاع هو بالعادة ارتفاع شديد ومتسارع في عدد العينات الإيجابية، لكنه يصل إلى الذروة في وقت أسرع من الموجات السابقة. يعني مثلا في موجة الدلتا اللي هي الموجة اللي قبل هذه، أخذ تقريبا من شهر ونص إلى شهرين بتسارع يعني أبطأ نوعا ما، ولكنه يعني أخذ فترة طويلة حتى وصل إلى القمة، مما أدى طبعا إلى أعداد كبيرة في الحالات. يعني الآن أفهم من كلامك أنه شيء طيب أن الارتفاع هذا وصل بهالشكل السريع؟ يعني طبيعة أوميكرون أنه يصعد بسرعة ويصل إلى الذروة بسرعة ثم يبدأ بالانخفاض. هل أصبح أوميكرون اليوم هو المهيمن على نسب حالات الإصابة في؟ صحيح صحيح، هو الآن تقريبا السلالة الوحيدة الموجودة في المملكة وفي جميع الدول. كم نسبتهم يا دكتور الآن المصابين بأوميكرون؟ الآن ما صار في تفريق بين أوميكرون وغير أوميكرون، لأنه غالبا كل الحالات أوميكرون. طيب، ولكنها في النهاية هي تبقى أنها أقل أعراضا وأقل تأثيرا أو ضغطا على النظام الصحي. صحيح، أوميكرون يتركز تكاثره في الجهاز التنفسي العلوي، يعني في الأنف والحلق، ولا يصل للرئتين في الغالب، إلا طبعا في أعداد أقل من غيره من المتحورات، وفي غير المحصنين أكثر من غيرهم. فهو أصبح الآن أقرب إلى أنه يكون فيروس زكام أكثر مما هو فيروس يصيب الجهاز التنفسي السفلي.